فإذا أنا محتاج أمتلئ بالروح القدس، لأنه لما بمتلئ من الروح القدس، الروح القدس بيقودني، الروح القدس بيتحكم في حياتي، فأنا بصير فكري روحي، كلامي روحي، صلاتي روحية، بصير عندي التمييز الروحي، بصير عندي الحواس الروحية مدربة على التمييز، أدرك روحيا الأزمنة والأوقات، بتخليني أشوف في عين روحية وفعلا أصلي بالروح القدس. الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. فإذا الروح القدس بيساعدني وبوجهني إلى الشخص الكامل، إلى يسوع المسيح. فمحتاجين نمتلئ من الروح القدس.